الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما اتصل بكفارة اليمين بينها الله تعالى في محكم كتابه فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالآية بيّنت فيما يتعلق بالإطعام أنه يجب أن يكون من أوسط الطعام الذي يطعم الإنسان أهله، بمعنى أن يكون من أوسط طعام البلد، هذا من حيث الجنس. فإذا كان أوسط طعام البلد التمر وجب من التمر، إذا كان أوسط طعام البلد من الرز فيجب الرز، وهلما جرى. ويكون الإطعام على نحو ما ذكر من إطعام 10 مساكين، يعني من إطعام هذا العدد وهم 10 من جنس المساكين، وهم من لا يجد الكفاية أو لا يجد بالكلية أو لا يجد الكفاية وإن كان قد يجد بعضها. فإطعام 10 مساكين واجب لتحقيق ما أمر الله تعالى به من كفارة اليمين حال الحنث. هل يشترط أن يكون ذلك من الطعام؟ بمعنى هل له أن يخرجه من غير الطعام؟ الجواب بأن يخرجه نقدا، الجواب لا، ليس له أن يخرج ذلك نقدا في قول جمهور العلماء، لأن الله تعالى فرضه من الطعام وجعل خيارا آخر طعام 10 مساكين أو كسوتهم، فيطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا كان الطعام غير متيسر ينتقل إلى الكسوة، وهو أن يكسي 10 مساكين، وليس له أن ينتقل من الطعام إلى إخراج نقد. والواجب في الطعام التمليك، بأن يملكهم الطعام ويفعلون به ما يشاءون من الأكل والادخار. إذا أطعم أهل بيت يتكونون من 10 أشخاص فهذا يجزي إذا كانوا مساكين، إذا كانوا أقل من ذلك بأن كانوا 5 مثلا، فهنا يعطي هؤلاء ما يطعم به 5 ويبحث عن 5 آخرين ليستكمل العدد الذي ذكر الله تعالى في قوله: فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. لو أطعمهم مرتين مثل أختنا تعطيهم مثلا الغداء والعشاء، إذا كان وهم 5 أشخاص لا يصلح تكرار الإطعام عليهم مرتين، لا يتحقق به العدد المطلوب، لأنه قد قال تعالى: فيطعام 10 مساكين، فذكر العدد. وهنا فيما إذا ذكر العدد لا بد من الالتزام به لتحقيق ما أمر الله عز وجل. تكرار الطعام على 5 أو على 1 10 مرات لا يتحقق به أنه طعام 10 مساكين. واختلف العلماء فيما إذا لم يجد إلا عددا دون 10، فهل تبرأ ذمته بإخراجه فيما دون 10 أو التكرار عليهم؟ جمهور العلماء على أنه لا يجزئ التكرار عليهم ولو لم يجد إلا دون 10، وإنما ينتقل إلى خصلة أخرى من خصال الكفارة التي ذكر الله عز وجل، وهو قول: فمن لم يجد فيطعام فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.